واحدة بتقول أنا السيدة عمري 46 سنة، بدأت في شبابي في الثلاثينات، كنت قوية روحانيا والآن برد بردة روحياتي وكثرة انفعالاتي. معلش، الإنسان ما بيمرش في خط واحد في حياته الروحية، بيمر ساعات في خط الزجزاج، يعلو ويهبط. وزي ما ورد في آخر الإصحاح 8 من سفر التكوين بعد فلك نوح، يقول مدة حياة الأرض ليل ونهار، برد وحرارة، صيف وشتاء لا تزال. حياة الإنسان الروحية برضو كده، ما فيش واحد بيمشي في خط عالي على طول كده أبدا. برضو الشيطان بيشتغل وبيحاول يعطل روحياته. نصيحتي ليكي انك تشوفي ايه سبب فقدانك لحرارة حرارتك الروحية وحاولي تعالجيها. زي ما بيقول الكتاب، اذكر من اين سقطت وتب